إلى موضوع آخر، إن استنكر الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين صالح سويلح استنكر عن مختلف الإضرابات التي تعصف بالقطاع التجاري هذه الأيام، واصفا إياها بالعشوائية. ميكروفون سوريا شعلال. الجزائر كانت ما كانتش مستقرة، وفيه إضرابات وفيه يعني تهويل وفيه يعني ما يشبه ذلك. هذا اللي يخلي الأزمة ما تطغاش. يحبوا يديروا تهويل ويحبوا يدخلوا البلاد في متاهات. في ذات السياق، كشف رئيس اللجنة الوطنية للحوم البيضاء والحمراء بوجمعة بلة عن زيارة مرتقبة لوفد جزائري إلى السودان خلال الأيام المقبلة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والفلاحة، وذلك لبحث اتفاقيات تخص استيراد اللحوم الحمراء السودانية نحو الجزائر، ما سيساعد على خفض أسعارها. سوريا شعلان ثانية. وهذه مفاجأة بربي إن شاء الله، رانا ماشيين إن شاء الله للسودان إن شاء الله، عندهم اتفاقية إن شاء الله بربي بان نجيبوا حي إن شاء الله ونقعدوا هنا نسجدوا هنا كل سنه ان شاء الله بربي. يا ما ان شاء الله بربي، ورانا في اتفاق مع وزاره الفلاحه باش ان شاء الله يروح وفد تاع اتحاد التجار، يعني تراسوا اتحاد التجار وطبعا وزاره الفلاحه وزاره التجاره، ونديروا وفد ونجيبوا ان شاء الله بربي. أجمع خبراء ومختصون على ضرورة إعداد مرحلة انتقالية للمرور نحو الدعم المباشر المشخص القائم على تقديم الدعم مباشرة للأشخاص عوض تدعيم السلع، حيث أكدوا خلال خلاصة ندوة نشطها وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي أنها ضرورة لوقف التبذير وترشيد النفقات. أحمد رشدي رصد التالي. أنا أعتقد أن من الأفضل الدولة في أقرب وقت ممكن تنظم مرحلة انتقالية لكي نمر للدعم المباشر المشخص. يا خويا الزوالي والضعيف اللي عنده مدخول ضعيف وكذا، اللهم بارك، مي دعم مباشر يستفاد بإمكانية. أما السوق البضايع لما توضع في السوق، كان حليب ولا زيت ولا كذا، تحط السعر التوازن، كل الناس تدفع سعر التوازن، بركات من التهريب في الحدود، بركات من التبذير، بركات من الاستهلاك يعني الفوضوي. يفون نرجعوا للعقلنا إذا كان نحب بلادنا ونحب مستقبل. وفي ذات السياق، شدد عبد الكريم حرشاوي على ضرورة تكثيف سوناتراك لجهودها في سبيل البحث والتطوير من أجل انتقال طاقوي، مشيرا إلى أنه حتى لو انهارت الأسعار أكثر ستبقى الشركة تنتج لتغطية الطلب الداخلي. أحمد رشدي ثانية. تستمر في الإنتاج، تستمر في البحث والتنقيب، وتعزز قدراتنا في انتاج يعني المحروقات، لان بدون محروقات كاش بلاد يمشي بدون محروقات. لازم تخدم، لازم تنجح، لازم تلقى طاقات، ولازم ننظموا لا ترانزيشن انرجيتيك، مرحله انتقاليه لكي تغير الطرق يعني، او يغير البترول والغاز بطاقات اخرى. محليا، زاول المستثمرون وأصحاب المؤسسات بالمنطقة الصناعية لبلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة زاول عملهم وسط جملة من المشاكل التي تعيق عملهم أمام تقاعس السلطات المعنية في توفير أبسط الوسائل اللازمة لأجل سيرورة عمل مصانعهم. المزيد مع عبد الجليل حنديس ووردة قشيش. بلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة منطقة صناعية بامتياز تحتوي على مصانع لإنتاج الحديد ومشتقاته، إضافة إلى منتجات أخرى متجهة إلى السوق المحلي. الحمد لله المؤسسة هذه راهي وفرت لنا منصب شغل بعد ما كنا بطالين. الحمد لله على كل حال، عندنا كما يقولوا الشهرية محترمة، رانا مسوريين مالغري رانا عند البريفي، رانا مسورينا، موفر لنا شروط الامان هنا. والله الحمد لله هنا ما شاء الله عندنا مده درك تقريبا عام حنا نخدموا هنا. الامور ماشيه ما شاء الله، الانتاج تشوف فيه يبان الحمد لله. منذ سنة 2003 وهذه المصانع تعرف تراجعا محسوسا في إنتاجها بسبب انعدام الكهرباء الماء والغاز، والتي تعد من الشروط الضرورية لأجل بناء منطقة صناعية. المشكل الأول هو نتاع الإلكتريفيكاسيون، راهو ما كانش خلاص. ثانيا مونك دو غاز اللي هو الأساس باش نمشيو لوزين. سي اون زون كي ني با كلوتوري، كي ني با سيكوريزي. Donc il n'y a pas de sécurité pour les citoyens ou bien pour les travailleurs. الشركة تاعنا انطلقت في سنة 2003 نديروا ليكستريزون دالومنيوم، من بعد ما جابوناش الغاز والماء، كان مشكل في الغاز والماء مع لازون
وين رحنا شكينا مع لازون، شكينا مع البلديه، شكينا مع السلطات الكل، ما وفرناش هذه الطاقه اللي نخدموا بها احنا الالومنيوم. هي جملة من المشاكل التي تعرقل العمل بهذه المصانع وسط تقاعس السلطات المعنية في توفير أبسط الوسائل اللازمة لأجل سيرورة العمل بهذه المصانع التي سخرت لها مبالغ هائلة. مزيد من الأخبار الاقتصادية في نشراتنا اللاحقة، شكرا لكم على طيب المتابعة وعودة إلى ياسر.